يقول إذا شرعت في صلاة سنة أو راتبة وبدأ الإمام نعم إذا شرعت في صلاة سنة أو راتبة وبدأ الإمام في صلاة الجنازة هل أقطع السنة وأصلي مع الإمام على الجنازة؟ لا، تستمر في السنة، والجنازة يصلون عليها الحاضرون من المسلمين ويكفون. أما أنت دخلت في عبادة فلا يجوز لك قطعها، أكملها.